Let's go. يا ألف مرحب بيكم، يا رب تكونوا بخير وتكونوا كويسين. أنا العم مانجا، ودلوقتي هقدم لكم ملخص سريع بكل ما جاء في عرض اكس بوكس شوكيس يونيو 2024. العرض كان جبار وهيتسجل في التاريخ. العرض استمر قرابة الاربعين دقيقة، واستعرض لنا حوالي 30 عنوان من داخل استوديوهات اكس بوكس، بثازدا، اكتيفيجن بليزرد وشركاء الطرف التالي. بس قبل ما نبدأ، برجاء تعملوا لايك على الفيديو لو عجبكم، دوت بيساعدني بشكل كبير، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا محتوى القناة اول باول. يا الحراب يا الحراب يا ابتدى العرض بداية نارية مع استعراض بعض ملامح اسلوب اللعب اللي عنوان Call of Duty Black Ops 6، واللي هينزل على جميع المنصات والحاسب يوم 25 اكتوبر، وايضا على خدمة الجيم باس في اليوم الاول. وصدقت الاشاعات، وبالفعل هناك جزء جديد في سلسلة دوم The Dark Ages. ديت هتبقى دوم في العصور الوسطى، هنشوف بدايات دوم جاي، وهنستخدم أسلحة مميزة. أنا لفت انتباهي الدرع المسنن. مقرر إصدار العنوان في 2025، وهيكون متاح في اليوم الأول على خدمة الجيم باس. محبي ألعاب الزومبيز والبقاء وسلسلة State of Decay يجمعوا، لأن احنا حصلنا على الحقيقة نظرة مطولة للعنوان من داخل المحرك. شفنا، ممكن نقول هو مقطع سينمائي، لكن أيضا أوضح بعض ملامح أسلوب اللعب، وكمان واضح أنه هيبقى فيه عنصر اللعب التعاوني غالبا الأونلاين. لكن للأسف لم يتم تحديد ميعاد إصدار العنوان، ولا حتى تحديد نافذة إصدار، يعني ولا حتى قالوا 2025 ولا أي حاجة. غالبا لسه شغالين على العنوان، لكن اللي احنا شفناه الحقيقة حماسي جدا. بايوير تعود بجزء جديد في سلسلة دراجن ايج العريقة، دراجن ايج دي فايل جارد. احنا حصلنا على مقطع سينمائي بيوضح لنا الشخصيات اللي هيتحكم فيها اللاعبين وهم بيحاربوا التنانين والكائنات الاخرى. مقرر اصدار العنوان في خريف هذا العام. ستحصل ستار فيلد على اول توسعة كبيرة بعنوان شاترد سبيس. ديت هتقدم كواكب جديدة لاستكشافها، مهام جديدة لتنفيذها، وشخصيات جديدة للتفاعل معها، ومقرر إصدارها في هذا العام. يستمر دعم بثازدا لفول اوت 76 بإضافة تحديث جديد بعنوان سكايلاين فالي. ديت خريطة جديدة خالص، هيبقى فيها أماكن جديدة لاستكشافها وروبوتات لمحاربتها ومهام جديدة لتنفيذها. التحديث هينزل في خلال يومين، وبالتحديد 12/6. محبي ألعاب التيرن بيست كومبات على موعد مع اكسبيديشن 33. ديت مغامرة في العصر الفيكتوري في إطار فانتسي. مقرر إصدارها في 2025، وهتكون متاحة على خدمة الجيم باس أيضا. من الحاجات اللي لفتت انتباهي جدا South of Midnight. ديت لعبة أكشن أدفنشر من منظور الشخص الثالث، واللي ميزها من وجهة نظري إنها بتقدم ميثولوجيا الأفارقة الأمريكان. نادرا جدا ما نشوف حاجة زي كده في الألعاب، والحقيقة أنا متحمس جدا ليها. مقرر إصدارها في العام المقبل. تم التأكيد على ميعاد إصدار توسعة World of Warcraft الجديدة The War Within يوم 26 أغسطس 2024. العنوان المنتظر جدا ماتل جير سوليد دلتا سنيك ايتر، اللي هو ريميك لماتل جير سوليد 3. شفنا مقاطع من الجيم بلاي واسلوب اللعب من داخل المحرك، الحقيقة شيء مبشر جدا، لكن للأسف لم نحصل على ميعاد اصدار، وما قالوش حتى 2024، فديت حاجة قلقتني شوية، لكن اكيد هنعرف قريب حاجة عن الموضوع ده. تخيل كده خليط ما بين Elden Ring و God of War، ودوت هيقدم لك Flintlock The Siege of Dawn. دوت عنوان Soul-like، مقرر إصداره في 18 يوليا، وهيكون متاح على خدمة الجيم باس في اليوم الأول. للناس المخضرمين ومحبي ألعاب الـ RTS Real Time Strategy، فتم الكشف عن Age of Mythology Retold. الحقيقة شكلها جبار جدا، ديت تعتبر ريميك للعنوان الأصلي، ومقرر إصدارها في 4 سبتمبر، وكمان هتكون متاحة على خدمة الجيم باس. الحبيبة جوانا دارك تعود في عنوان Perfect Dark. الحقيقة احنا حصلنا على نظرة مطولة لأسلوب اللعب، وده اتحمسني جدا. واضح ان كريستال داينامكس و ذا انيشيتيف عاملين شغل جامد. اللعبة لسه قيد التطوير، ملناش هتنزل امتى، ما دولناش حتى نافذة اصدار، ولكن هتكون متاحة على خدمة الجيم باس، وترجع مرة اخرى الجيم باس افضل صفقة في الجيمينج، لان القيمة الحقيقة اللي بتقدمها جبارة.
ديابلو 4 هتحصل على توسعة بعنوان Vessel of Hatred، طبعا هتقدم كلاس جديد، بطل جديد تلعب بيه، مقرر إصدارها في 8 أكتوبر. تعود السلسلة الأسطورية فيبل مرة أخرى في وقت ما العام المقبل بالعنوان الجديد. الحقيقة احنا شفنا مقاطع من أسلوب اللعب من داخل المحرك بجانب مقاطع سينمائية، وحاجة جبارة العنوان دوت إن شاء الله هيكسر الدنيا. وكأننا كنا نحتاج لعبة تصويب تنافسية أونلاين من منظور الشخص الأول، فراك بانك هتقدم لنا يعني نفس التركيبة بتاعت أوفر واتش وفالورنت وبالادين، يمكن تبقى حاجة مميزة هتتميز إنك أنت هتتلاعب بالجاذبية وتستخدم الكروت، فيمكن تكون حاجة حلوة. مش عارف، الواحد الحقيقة من كتر ما شاف ألعاب خدمية مبقاش بيتحمس لها، لكن شكلها مش بطل. محبي الألعاب الاندي، وينتر بورو هتمكنك من التحكم بفأر، والفأر في مغامرة لإنقاذ صديقه، وأيضا للبقاء على قيد الحياة في الشتاء القاسي. اللعبة مرسومة باليد وشكلها الحقيقة جميل جدا، ومقرر إصدارها في بداية 2025 وهتكون متاحة على خدمة الجيم باس. محبي ألعاب المغامرات السردية على موعد مع ميكس تيب، ديت ممكن نقول تين فليك، هتلعب بقى بمراهقين والجو دوت، مقرر إصدارها العام المقبل وهتكون متاحة على خدمة الجيم باس. حلق في السماء مع مايكروسوفت فلايت سيميليتر 2024. الحقيقة احنا شفنا حاجة جبارة جدا، يعني واضح ان هم طوروا جدا 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 من مايكروسوفت فلايت سيميليتر. مقرر إصدار العنوان في 19 نوفمبر وهيكون متاح أيضا على خدمة الجيم باس. شفنا مقطع تشويقي لتوسعة Elder Scrolls Online Gold Road ومقرر إصدارها في 18/6. تعود سلسلة Life Strange مرة أخرى بعنوان Life Strange Double Exposure ومقرر إصداره في 29 أكتوبر. لعله والمفروض يكون من أكبر إصدارات أكس بوكس الحصرية هذا العام عنوان Indiana Jones The Great Circle. حصلنا على مقطع تشويقي طويل من داخل محرك اللعبة وضح لنا بعض ملامح أسلوب اللعب. مقرر إصدار العنوان في وقت ما هذا العام وهيكون متاح على خدمة الجيم باس. كنا شفنا عنوان ميكا بريك في السمر جيم فاست وشفناه تاني في الاكس بوكس شوكيس. ديت لعبة اكشن بتمكنك من التحكم بروبوت وتحارب بقى روبوتات اخرى والجو دوت، ومقرر اصدارها في 2025. قاتل قوة غامضة في الصين التاريخية في عنوان ووتشانغ فولن فيذرز، دوت عنوان RPG ومغامرات ومقرر اصداره في العام المقبل وهيكون متاح على خدمة الجيم باس. مازال مقرر إصدار عنوان Avowed من فريق Obsidian Entertainment في وقت ما هذا العام. دي طبعا هتبقى لعبة Action Adventure في إطار فانتسي، من العناوين المهمة جدا للأكس بوكس، وكنت متوقع ان هم يقولوا لنا هتنزل امتى بالظبط، فدي برضو حاجة غريبة، لكن اللي احنا شفناه يعني العنوان شكله ممكن يبقى ممتع جدا. يعني تخيل كده فول اوت بس في بريطانيا مع عامل من الرعب، يعني مع عامل من الجدية، ودوت بالظبط هيبقى عنوان اتم فول، واللي مقرر اصداره في وقت ما العام المقبل وهيكون متاح على خدمة الجيم باس. Assassin's Creed Shadow كان لها ظهور في مؤتمر الاكس بوكس، شفنا مقطع تشويقي من داخل المحرك. الحقيقة العنوان شكل مميز جدا، نتمنى ان هو يكسر تركيبة Ubisoft اللي احنا زهقنا منها ويعيد الحياة لسلسلة Assassin's Creed. اخيرا حصلنا على ميعاد اصدار لستوكر 2 اللي مقرر اصدارها في 5 سبتمبر وهتكون متاحة ايضا على خدمة الجيم باس في اليوم الاول، والحقيقة اللي احنا شفناه من داخل محرك اللعبة ووضح لنا اسلوب اللعب، لا واضح انها تبقى لعبة قوية جدا جدا وتستحق الانتظار. بعد 4 اعوام من انطلاق جيرز 5 اخيرا هنحصل على عنوان جديد في السلسلة، مش هيبقى اسمه جيرز 6، هيبقى اسمه جيرز اوف وور اي داي، واللي يبدو ان هو هيكون بريكوال، يعني هنشوف شخصيات ماركس ودوم سانتياغو وهم اصغر سنة. اللي احنا شفناه كان مقطع تشويقي سينمائي مش اسلوب لعب، ولعلنا هنعرف اكتر عن العنوان في المستقبل.
تم الكشف عن موديلات اكس بوكس سيريز اكس جديدة. الاكس بوكس سيريز اكس روبوت وايت دوت هيبقى رقمي فقط وبمساحة تيرا بايت، والاكس بوكس سيريز اكس جالاكسي بلاك دوت بمشغل اكراس وبمساحة 2 تيرا بايت. واكدت سارة بوند انهم يعملون بالفعل على جهاز الجيل التالي من الاكس بوكس، واللي مرارا وتكرارا وعدت انه هيكون اكبر قفزة تقنية في تاريخ صناعة الالعاب. وبكده بقدمت لكم ملخص سريع لاهم ما جاء في العرض. اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالمقطع وانكم تكونوا متحمسين لما هو اتي في الجيم. شكرا للمشاهدة ونشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات القادمة.